شوفوا 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 التفاصيل كيحمق. شوفوا انا عنده الودينات ديال السلام عليكم حوايج البلطاي مختي، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد، فلوج جديد، احداث جديده في القناه. حنا يلا دخلنا من السوق، اليوم سوق السبت. نشارك معكم داكشي اللي خديت من السوق، شي حاجات زوينين وغير ب 800 دراهم اختي. برحت بنتي ب 800 دراهم، تخيلوا معايا. جاكيت ديال بيبا بيغ، شوفوا شوفوا راه غليظه ومبطنه من الداخل. عاد البقتي حط لي صاشيات اليوم، غير سيليا اللي تبرعت الصراحه. حنا خدينا وقيلا جوج بياسات، وحده لي وحده العديل، وصافي. شوفوا كيفاش دايره بيبا بيغ اصليه، داكشي غزال اختي، داكشي غزال. شوفوا الجديدات، عاد لا كولور ديالها راه الكاميرا ما عطيهاش حقها في لا كولور، زوينه لا كولور ديالها. المهم كتقولوا لي شاركي معنا، انا شاركت معكم. هذه كوتكوغ صراحه، كلشي اليوم زوين تبارك الله، كلشي غزيون. شنو اخر نحطو من هاد الجهه باش نبقى نوريكم بالحاجه بالحاجه. اي سيليا اللي تبرعات اليوم، سيليا تبرعات صراحة بصحتها وبراحتها، هي اللي اليوم بدات كلشي. هذا تريكو كيجي قصيصر، شوفوا نجمعوا لها مع شي كويلين في البيض ولا في هذا اللون، هذا اي لون صراحه يجي معاه. حتى هو راه توب بحال الشكل ديال التوب ديال الفوطه، غزيول. شويرات ديال الصيف هذا اختاروا ليها بابا، حنا راه باقيين في 8 دراهم. شوف شوف شوفوا التفاصيل، لي ديطاي اختي، لي ديطاي شحال زوين، لي ديطاي اختي. شوفي صديفات هنا طايره لي واحد الصفه دابا، نصايبها لي شمن لون خاصني. هاني صفيف راه عندي. شنو اخر هادي، حيت عندي واحد السريوريول في هاد اللون هذا، غادي نجمع لها معاها وغادي تولي لها بيجاما. هادي حتى هي ديال دوغا، غندير لها كولون في الغوص. شوفوا داك بابوش لي مع دوغا، كلشي تبارك الله جديد وغزال غزال 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 غزال. هانتوما دوغا، باش كيعجبك هادشي داكشي اصلي. حوايج البلا اختي ما تلقايش في الجديد بحال ما كتبوش على الله. هادي خديتها ليها وانا دايره في دماغي غندير لها كولون في الغوص ولا كولون في الصفيفر ولا في الخديطر، غيجي واعر. هادو دوك الكيت مات سيرفيت، كتجي هكايا قصيصره وليدي دات بحال هكا، باش كتجي مني فخا من الجناب هنايا، غاتجيها واعره صراحه. داكشي زوين ما كاين ما يتقال. هادي التريكو حمقني هاد الديطاي هذا اللي عندها في يدي، حتى شوف شوف غزيوله كتحمق. هادي راه ديال الخيط، شوف شكون هادي، غير جرت طاحت لي واحد التيشورطه كنت نشراها وطاحت ولقاتها وجبتها لي مسكينه. شوفوا هنايا هاد التريكو هذا، بودي خفيف ديال تحت جاكيت ولا ديال هكا فوق الصيف بوحديتو، دير في اللور بحال شي كسيوه. هذا كبير عليها راه باقي، هذا رقم 128، يعني راه باقي باقا ما تلبسوش دابا. ولكن انا واخا كيكونوا الحويجات هكا كبيبرين، اهم شي يكونوا زوينين ويكونوا نقيقيين، غادي توصل عليهم ان شاء الله. كنصبنهم ليها ونعطرهم ونطويهم ونحطهم لها في ماريو، دايره لها لتحت غير ديال الحويجات اللي باقيين كبار باش كتستافد منهم وصافي. هاد جاكيت هي عندها الودنين في القب، شوف ميو مينيموس، حنا اختي كنحمقوا على مينيموس، شوفوا شحال نقيقيين وزوينين كيحمقوا. انا كنشري ليها من جديد ولكن ديال البار كيحمقوني. هادي درتها ليها هاد الصايه، هادي شريتها لها على قبل واحد البودي، انا نوري لكم دابا. بودي في النواغ وفيه هاد الذهبي هذا اللي كاين هنا، غيجي معاه والليبه في النواغ، غتجي كتحمق. دابا نوريكم البودي، ها هو درتها لها مع هاد البودي هذا، غتجي بحال هكا هاد البودي وهاد الصايه هكايا ومعها الليبه في النواغ.
ويتي 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 يجي داكشي كيحمق. راه تقدروا غير حاجات بسيطه بحال هكا تلاقيهم كيجيو كيحمقوا. هادي سري وريول باقي كبير على سيليا، انا خديتو لها. هذا غير هكا تبدا المدرسه وقت البرد حيت قطيفه غليظ. شنو اخر؟ هادي عاوتاني ديال البيجاما، حتى هي مينيموس. انا فين ما كانت شي مينيموس خصني ناخذها واخا تكون كبيره عليها كنخليها. ديال البيجاما عندي لها شي كولون هكايا في الشويبي بحال هاد اللوين، ولبسها لها مع غادي غزال. هذا لا سروال كلاس، السروال ديال لاطوال ولا معرفتش شنو تيسميوهم، انا ما كنلبسهمش ما عمري لبستهم. هاد السريولي ولات هادو اللي كيكونوا كلاس بحال هكا حمقني. قلت لها عادي، قلت له غناخذو لها ونخلي لها حتى يولي قدها. شوف شحال زوين كبير عليها غير بواحد شويه، ان شاء الله العام الجاي تقدر تلبسو. هذا تريكو بحال شكل ديال بوليرو محلول من الوسط وميني ماوس حتى هو. ويلي ويلي على اللوينات وعلى التفاصيل شحال زوينين. شوف 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 غزيول كيحمق كيحمق. شنو اخر؟ انا هاد الجيلي هذا بابا هو اللي عزلو ليها، قال لي زوين بحال هكا تكون مثلا لابسه تريكو سخون وهذا، وكنكونوا خارجين في العشيه كنبغي نزيد عليها شي حاجه اللي طاكي لها صدرها من البرد. هاد الجيلي هذا يا بابا هو اللي عزلو ليها، واخا انا كيبان لي ديال الدراري اكثر من هو ديال البنات، ولكن ما حدو عجبو صافي خليته. هذا سري ولي ولا اختي هادي هي الستيل. شوفو السري وريول هذا، هذا ما غيبان حتى يتلبس. فيه هاد لي بلاي هادو من هنا من الجناب، وفيه لاستيك من تحت هاكا. هذا اللور ديالو. شنو اخر؟ هذا تريكو كولمونتي حيت ما عندهاش حتى شي حاجه كولمونتي، خديت لها هذا باقي كبير عليها هاكا. الا كنا مسافرين لشي مدينه فيها الثلج ولا شي حاجه غتستافد منه. قلت يا بابا يجي بحال هكا يجي زوين. وخديت لها هاد الكسيوة، هادي حمقاتني، هادي كبيرة عليها كبيرة، هادي غتبقى عليها. هادي في لوغونج فونسي بحال هاد اللون دابا اللي كيبان ليكم اللي كنبعد غزي، ولا فيها هاد لي ديطاي لي فلوغ هادو. هادي خديناها ديال تم بعد نقول لكم. هنا هي اخر حاجه. شنو هذا؟ هذا عاوتاني بودي ميني ماوس كبير، هذا من 3 سنين 4 سنين، ولكن كبير كبير على 3 سنين 4 سنين. غيبقى له حتى هو ميني ماوس، هذا في البلو مارين. وهذا ديال البيجاما في هذيك ميفي، داك القنيه ولا ما عرفت سميت بابا هكا، في الغوز بحال هكا والبلو مارين. شنو هي هذا؟ تا هو بودي في الغوج احمر، وفي واحد الموتور. هذا سري وري ولا لا لا في لورونج، فيها الديتاي ديال السلسله هنايا. هاي 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 الناس ديال ستيلات. هذا من زارا، زارا جيرت، زارا جيرلز، زارا جيرل ولا زارا جيرلز ما عرفتش شنو كيفاش كتقرا. المهم زارا ديال البنات اختي. هادي حتى هي في لورونج ديال البيجاما، غندير لها سريوري ولا عندي سريوري ولفاد اللون في الكري، ماشي كري بحال غادي الماغون، وعندي سري وريول في البيض غنديرو ليها مع هو تيزوينة. هادي شنو هي؟ بودي فيها بنوتة أمورا بحال بنتي الله يحفظها يا ربي. هذا بحال الصومو، اللون ديال الصومو. وهادي عندها بحالها عطيتها وقيلا، مبقاتش عندها عطيتها. عندها بحال، كانت عندها بحالها في اللون ديال الصومو. هادي دابا راه غوز عنديها زوينه. شوف شوف ديال شي بنت سميتها لورا، ديما سيليا فاش كنشري لها شي حاجه من البال هكا كتكون مكتوبه فيها سميت لورا ولا الينا، هادو جوج سميات كتلقاهم دائما.
تشوفوا شحال زوينه. شنو اخر؟ هذه فيها فراوله، في هذيك فراوله، هذا البودي هذا داير راتي بان لكم في الكاميرا هكاك، هو راه اللون ديالو بحال بوردو، وفيه ديك فراوله زوينه. شنو اخر بقات؟ هذه ديال البيجاما باندا، غنديرها لها فشي، غنديرها لها مع شي سريول في هذا اللون الكحل، ولا كويلين في الكحل. واخا باقا كبيرة عليها، هذه باقا كبيرة، هذه راه ديال 4 سنين 5 سنين، 110 سنتيم، باقا كبيرة عليها بزاف، ولكن غتبقى مكتملش الحاجة إلا كانت كبيرة، أهم شي متكونش صغيرة وصافي. صافي نقول هادشي لي كاين ديال سيليا. وهذه خديناها يا لالا يا لالا، خديناها البيبي ليلي لي هي المونيكا ديال سيليا. غنشوفو بعدا واش تجي معاها، حيتاش ديك المونيكا ديال سيليا ما عندهاش زعما لبسه، عندها غير كسيوة. أنا شاركة معاكم، عندها غير كسيوة، وهاد الكسيوة كلها تمزكت فحال هكا تقطعات، بغيت زعما ندير لها لبيسة، معرفتش محال واش تيها، وقيلا جبت لبسة صغيرة حيت هاد بيبي ليلي كبيرة. بيبي ليلي راه هاديك لبسة ديال الزيادة، وهاد بيبي ليلي راه بحال بيبي عندو 3 شهور، كبيرة بزاف، معرفتش نحاول معاها على الله. الا لقيتها زعما لبسة على الله تجي معاها. شوف الكسوة اللي كانت لابسة، تنعاود نصايب ليها شي كسيوة اخرى باش نبدلها. شنو ندير ليها لي كوسا؟ محال واش تجي غتجي واقيلا صغيرة. غنحاولو نلبسوها لها ونشوفو واش تجي. انا غير كنحماق على شي. وماما، ماما كاين واحد البيبي عند سيليا صغر من هاد ليلي، صغير وراويا بحال هكا حنفوز، ما عندوش الحوايج، كل مرة تقول لي ماما وعرفتي شنو، وراه غا تقشيرة، راه تخيطي ليه شويرات من تقشيرة، تخيطي ليه سريويل من تقشيرة، تخيطي ليه بودي، خيطي لداك نونوس، ما تخليهش هكاك عريان. كل مرة ماما مسكينة تتقولي خيطي ليه، تنقول لها ماما فين هو الوقت لا نجلس نخيط ليه، تقول لي صافي صافي تنجيو نخيط ليه، تنجيو نخيط ليه ما يلبس حشومة. قلت لك هكاك عريان حشومة. ماما عزيز عليها تخيط الحويجات وتقاد المونيكات، والله إلا فين ما كنشوفها كتقولي حشومة خيطي ليه ما يلبس، علاش مخليها عريان؟ هادي باقيلا جبناها لاصقة. نشوف هاد اللبسة بعدا ما عرفتش كان لاج ديالها ديال ايماج، ما عرفتش. المهم صغيرة ولات تبان ليا صغيرة، الله غير انا لبستها بلاتي. عادل اجي تشوف، اجي تشوف كبيتة، اجي تشوف. انا صدت لها اللبسة ونوضع لكم. شريتها ليها، جات قدا، جات قدا السكاشة. هادي بعدا حسن من ديك الكسوة، هادي واخا نهزوها نلعبو بها ولا شي حاجة، ما غاديش تقطع، وفي نفس الوقت كتحيد كتصبر. هاديك الكسوة اللي كانت عندها غير تقيصة تقطع، ماشي ديال الصابون، ماشي ديال التكرفيس. دابا نعاود نشري لها شي لبيسة أخرى بحال هادي، باش فين ما توسخ وحدة ندير لها التانية. دابا عرفنا قياسها، فيما نمشي لسوق السلك نجيب لها وحده باش تبقى تبدل ليها بهم. ان نتوما عارفين الدراري الصغار كيوسخوا الحاجه دغيا. ايوا دابا غنسدو ليها الباربوطيز ديالها ولا الكغنويك ولا واحد شنو تيسميه. نصايبو لها مزيان، والله الا جاتها مخيره مخيره، جات شوفو بحال مشريه عليها زعما بحال مفصله عليها. قال لي هاد الشاب نكملها هي ترا كبيره المونيكا، شوفو يدي قداش كتبان فيها، شوفو بيبي جات زوينه، والله جات مخيره. يا سير اختي تقلتي لبستي، لبسناك باش ما يجيكش البرد، سير تقلتي. والله لبسة جات معايا زوينة. شنو آخر خدينا؟ هاد التريكو هذا خديتو ليا أنا، حمقني هذا خديتو ب15 درهم، حمقني. شوف شوف معرفتش واش يبان ليكم اللون ديالو الأصلي، فيه القليبات في الحمامة وفيه خطوطة في البيض والحمر. وبالنسبة لعادي خديت لي واحد الحاجة حمقاتني، خديت لي هاد البينوار هذا، فيه بحال سوبرمان، سوبرمان
من وراء بحال هكا في الزريرق انا نوريك هيجي غزال شوفوا بحال هكا في الزريرق وفيه ديك سوبرمان غزي وراه يسخن بيه في البرد واخا ما عندوش الحزام قلت له دابا نعطيك واحد الحزام عندي هذا راه احمر احمر وزرق مغلوقين شفتو حمق ريحت فيه داك سوبرمان شوف غزيور وانا خديت لي واحد الكروني شنو نقول لكم حتى لاخر لحظه حتى لاخر لحظه هذا ب20 حتى لاخر لحظه صافي كنا خارجين في حالتنا باش عجبني عنده غير الطرطقيات انا لبسو وشارك معكم شوفوا 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 التفاصيل كيحمق شوفوا انا عندو الودينات ديال ميني ماوس كيحمق 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 واعر طب 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 اوبس واعر 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 الحميمر ولي غزال كلشي على ميني ماوس عرفتوا راه الكولور ديالو واعره مع الديزاين ديال الكريسماس المهم احبابي دائما ملي كنخرجوا ما كنساش بنتي من شي حاجه هكا اللي تستفد منها ماشي غير شري 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 وصافي كنشري لها شي حاجه اللي غتستفد منها خديت لها هاد الكتيب هذا الكتيب خديته ارخص ما كاين خديته ب 6 دراهم فيه لي زالفابي ولا لالفابي دو فرونسي ولا لالفابي فرونسي كل واحد شنو كيقول لهم بحال هكا باش تبقى تتبع ان شاء الله هكا على النقاط وغتبقى تقرا بحال هكا هي ديجا كتعرف دابا هادشي شنو سميتو ولكن الحروف مازال ما كتعرفش تجمعهم حافظه تبارك الله على الفابي كاملين ولكن مازال ما كتعرفش تجمعهم في القرايه ديالهم والكتابه مازال ما كتكتبش شوفوا غزال زوين 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 بزاف غتعلم منه بزاف الحاجات هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه اللي غتكون غدا ما تمشيو حتى بلاصه بزاف كبيره لكم ما تنساونيش ملي لايك ديالكم وملي كومونتير ديالكم